كنت الله وبركاته. ما شاء الله هاي استعدادات الشباب اليوم في انطلاق المشي من كمه جزاك الله خير من كمه الى الجبل الاخضر ثم النزول غدا ومعي الان. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يشرف. كيف الحال؟ الحمد لله. يا هلا مرحبا. الاسم الكريم عبد الله بن سليمان الشتيلي، قائد فريق الصمود للمغامرات. الاخ عبد الله تكرما تعطيني نبذه عن برنامجكم اليوم. اليوم حقيقة البرنامج هو إحياء لأحد الطرق القديمة، وهذا الطريق يعتبر من الطرق التجارية التي كانت تسلك سابقا، يعني قبل إنشاء الطرق الحديثة. نعم. ورغبة منا إنه إحنا نعرف الشباب على هذه الطرق وعلى يعني مسارات التجارة القديمة بين السهل والجبل، فنظمنا هذه الفعالية. راح أيضا تعرف الشباب على طريق آخر أيضا في اليوم الثاني، والذي يربط الجبل الأخضر بقرية ببركة الموز عبر وادي المعيدن إن شاء الله. كيف استعداد الفريق لإنجاح الفعالية؟ الحمد لله كانت الاستعدادات حقيقة قبل شهر، يعني من اختيار المسار ووضع الخطة مناسبة، وأيضا قبل أيام أيضا تجهيزات المعتادة للفريق، وحاليا طبعا في نظام معين للتسجيل وأيضا للتغذية، ثم بعد ذلك أيضا راح أيضا توفير قمصان للشباب أيضا المشاركين، وهناك مفاجآت أخرى إن شاء الله ينتظرونها. بارك الله فيك. الله يحفظك. جزاك الله خير. سعدت بالحديث.